يفترشون الأرض ويلتحفون السماء بانتظار مساعدات دولية لم تجد بعد طريقها إليهم. إنهم نازحو المناطق المتضررة من الحرب، الفارون إلى مخيمات لجوء تفتقر لأبسط مقومات العيش. ويعيش هؤلاء النازحون المقدر عددهم وفق مصادر حكومية بنحو 4 ملايين وحيدين بلا مأوى، حيث الخدمات الأساسية شبه منعدمة. نعاني في هذا المخيم من الإيواء، هذا في المقدمة. نحن ناس الحمد لله قدكم تشوفوا الوضع، فنحن ناس ما عندنا لا إيواء ولا عندنا منازل ولا عندنا شيء، ناس نفترش الأرض ونلتحف السماء. فنحن نناشد المجتمع الدولي ونناشد جميع المنظمات في لفت النظر إلينا. نساء المخيمات يجدن صعوبات كبيرة في توفير الطعام لأطفالهن، فكمية موارد الأطعمة قليلة ونادرة في الوقت الذي يحاول فيه الأطفال الهروب من لظى الجوع للجري واللعب بأجسادهم النحيلة بين حرارة الشمس. وتؤكد إحصائيات دولية عدد الأطفال النازحين بنصف مليون طفل خلال 6 أشهر الماضية، حيث ولنا أطفال يعانون من شدة البرد وحرارة الشمس والغبار، ويعانون من شدة سوء التغذية والعلاج، ولم نجد صحة. فيما يبدو فإن مساحة النزوح تتسع اضطراداً مع كل مؤتمر دولي مخصص للمساعدات الإنسانية، فكلما زادت التبرعات الدولية اتسعت مساحة الجوع وزاد عدد المخيمات، ما يرفع من حالة الشكوك بالمنح المالية الدولية المقررة لليمن، والتي كان آخرها مؤتمر الاستجابة الإنسانية المنعقد بجنيف، والذي تعهدت فيه الدول المانحة تقديم أكثر من 2.5 مليار دولار لدعم توفير مساعدات عاجلة لليمن. أين تذهب تلك الأموال الدولية؟ ومن المستفيد من حالة الغموض التي تحيط بها؟